قد يكون من النادر ثبات الدول على المواقف، فالمصالح هي التي تملي السياسات الخارجية ما لم تكن ثمة مبادئ حقيقية تسندها غايات نبيلة. 7 من سنوات الحرب على اليمن كانت كافية لانكشاف تقلبات المواقف بسبب تسارع الأحداث والتطورات الإقليمية، وبالأساس المتغيرات في واشنطن والرياض. بدا البيت الخليجي متماسكا في بداية العدوان، وكان ثمة توافق سعودي إماراتي بحريني قطري ويجمع هؤلاء جميعا تحالف حرب يشن الغارات على اليمنيين. حينها كان ذاك أمرا جديرا باستمراره، ولو بقتل المدنيين وترويع الآمنين، لا بأس في ذلك كما ظهر في المواقف السياسية والبيانات الصحفية والتغطيات الإعلامية. فجأة أصبح العدوان على اليمن خطأ كبيرا بعد الخصومة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، فيما عرف إعلاميا بالحصار والمقاطعة. وبقدر ما عرفت الأزمة تصعيدا وتصاعدا، بقدر ما باتت حكومة صنعاء وحركة أنصار الله محل مدح وترحيب في الدوائر الإعلامية القطرية لإحراج السعوديين لا غير، كما ثبت لاحقا. كذلك سار الأتراك على الشاكلة نفسها في تسليط الضوء على العدوان السعودي وفضح جرائمه ضد اليمنيين إعلاميا بعد أن ساءت العلاقة بين أنقرة والرياض. تنقلب الصورة مجددا، ويصبح تصويب المواقف لازمة من لوازم تطبيع العلاقة لئلا يكون ثمة تعكير لأجواء التقارب، وقد بات من مقتضيات المصلحة المتبادلة. بل إن تركيا كما يشاع عنها تسعى إلى موطئ قدم في حرب اليمن بالمشاركة في القتال هناك، أقله بمسيراتها برقدار، مع رواج حملة على أنها عامل حسم واقتدار. وما الغاية من هذا التحول؟ إنه كسب ود السعوديين بعد جفاء، ولعله أيضا أحد السبل المتاحة لإرضاء ساكن البيت الأبيض الجديد.